الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما شاء الله يا شيخ محمد، المهم ان التكبيرات هي فيها خلاصة كل حاجة، يعني فيها القصد، فيها القصد. نعم. الله أكبر، فكرة لو احنا استوعبنا المعنى ده يعني يطمن قوي يا شيخ محمد. نعم. فكرة الله أكبر من كل شيء. نعم، التكبير هو مقصد من مقاصد الحج، التكبير ومقصد من مقاصد هذه الصورة الكريمة التي لو تصفحتيها في مقاماتها كلها بل وفي آياتها جميعا لوجدت أنها في كل آية وكأن الله يريد أن يقول للناس قولوا الله أكبر. الله، الله أكبر، الله أكبر، يا أيها الناس اتقوا ربكم، الله أكبر، خلقناكم من تراب، الله أكبر، خلقناكم أصناف متعددة، الله أكبر، منكم الكافر ومنكم المؤمن، الله أكبر، هيا اقصدوا مناسك الله بالحج، الله أكبر، اعبدوا ربكم فاركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلما أورق عود وأثمر وهلل مهلل وكبر وصام صائم في هذه الأيام وفي يوم عيد النحر رزقه الله فأفطر.